الغريب أيضا والملاحظ بأنه وكالة الأنباء الروسية وأيضا منصات إخبارية روسية قامت بنقل بعض من هذه التظاهرات في الذكرى 10 لانطلاق الثورة السورية. كثيرون لاحظوا هذا الأمر وعلقوا عليه، فكيف تفسر هذه الأمور التي حدثت من جانب وسائل الإعلام الروسية، وهل هناك تغير في الموقف الروسي؟ طبعا في منذ أيام كنا نشاهد إحدى اللقاءات على إحدى القنوات الإخبارية طبعا لشريف إشحادي، أحد لربما عناصر النظام السوري الذي يقوم بالخروج عبر الإعلام وتحدث طبعا عبر الأوضاع في سوريا. طبعا كان يتحدث عن العلاقات جيدة، لكن لربما لاحظ السوريون في الآونة الأخيرة أن هناك خلافات كبيرة وخاصة حول المناطق والمشاكل الأخرى التي كانت تحصل في الساحل السوري. طبعا العلاقات الروسية السورية قال بأنها لا زالت تسير بشكل جيد. طبعا يحاول في بداية الثورة السورية كان هذا لربما أو هذه الشخصية أن تقول للمعارضين أو الذين خرجوا بالثورة السورية، يقول رسالة بأن النظام السوري لن يسامح الأشخاص الذين خرجوا بهذه المظاهرات. في اللقاء الأخير له عبر قناة الجزيرة كان يقول للسوريين بأنه مستعد للتفاوض النظام السوري. طبعا الحديث يختلف بشكل كبير، الكل يعلم الصحفيين والنشطاء داخل النظام السوري عندما يخرج أحد النشطاء ولا يكون هناك تصريح من النظام السوري أن يتحدث عن مثل هذه الأمور يتم اعتقاله مباشرة. هناك الكثير من الصحفيين كالصحفي أو الناشط الإعلامي لدى النظام السوري وسام الطير الذي تم اعتقاله وهو نستطيع أن نقول أنه الصديق المقرب لزوجة بشار الأسد، يعني تم اعتقال هذا الصحفي، لم يتم طبعا تسليم أي تصريحات لأي ناشط تحدث عبر وسائل الإعلام، تم اعتقاله مباشرة.